يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ صغير السن كبير المقام عبد الرازق أشرف الشهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين المصدقين. كل سنة حضراتكم طيبين، بكرة بتبدأ رحلة جديدة من الرحلات اللي بنصنع فيها الأمل، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الضيق والاضطرار إلى السعة والاختيار، وخرج من مكة إلى المدينة بأمر من ربه تبارك وتعالى، وكمان حاول أنه يصنع الأمل في قلب لحظات الألم ويخرج المنحة من قلب المحنة، فيعلمنا أنه مفيش حاجة في الدنيا صعبة طالما أنك معاك رب تتوكل عليه وبتاخد بالأسباب. فبين الأخذ والأسباب والتوكل على الله كانت أهم ملامح هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. مولانا يعني الهجرة من مكة المكرمة، لأن طبعا الهجرة يعني كلام يتسع وتحتاج إلى حلقات وحلقات، فخلينا نقسمها مثلا على حلقتين ثلاثة على حسب إن شاء الله المتاح معانا من الوقت،